ننتقل للحديث عن مشوار الاهلي في البطوله الافريقيه والمباراه يوم 23 بعد غد ان شاء الله مع وفاق سطيف مباراه العوده، بس هيشارك معنا كمان هاتفيا لمتابعه اخبار واخر المستجدات في استعدادات الفريق لهذه المباراه المهمه زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر. مساء الخير يا كريم. مساء الخير، تحياتي ليك استاذ محمد الجندي، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهديك طبعا. طبعا احنا سامعينك على الهواء دلوقتي ومعانا كمان الكابتن احمد كشري سامعك وهيعقب على كلامك عن استعدادات الفريق، يا ريت تقول لنا اخر الاخبار وكل الكواليس الخاصه اللي بترصدها من خلال متابعتك للفريق في الجزائر. بأكيد بنجدد التحيه طبعا للكابتن احمد كشري. عايز اقول لك طبعا يمكن كانت رحله مش طويله شويه، لكن 4 ساعات، بدات الساعه 9 صباحا بدات بعثه النادي الاهلي ورحلتها الى الجزائر، 4 ساعات بالطائره ثم الوصول الى مطار بومدين بالجزائر، واستقل طبعا النادي الاهلي والبعثه الاعلاميه للنادي الاهلي حفلت استغرقت 3 ساعات و3 ساعات ونص كمان حتى تصل الى سطيف او فندق الاقامه الخاص بفريق النادي الاهلي. يمكن الرحله نقدر نقول من 7 ساعات ل7 ساعات ونص استغرقت طبعا بالنسبه للباص. طبعا انت عارف الباص او العربيات العاديه بتبقى بتمشي واحده واحده شويه، لكن لو كان في عربيات او حاجه زي كده كانت ممكن توصل اسرع شويه، لكن يمكن نقدر نقول هنا في البدايه الامن الجزائري هنا لابد ان احنا الفريق طبعا في تامين على اعلى مستوى، وده اللي كان طالب بيه معالي الوزير العام فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس البعثه المتواجد هنا في الجزائر على التامين الخاص بفريق النادي الاهلي، تسهيل كافه الامور الخاصه بالطرق والامور بالانتقالات. الحقيقه من البدايه ومن اول لحظه حابين ان احنا نفيد بالاداء بالنسبه للامن الجزائري على الامور الخاصه في البدايات. في هذه اللحظات احنا يمكن وصلنا سريعا، رحنا على فندق الاقامه ما خدناش وقت يمكن ساعه او ساعه ونص سريعا، وتوجهنا الى ملعب 8 مايو ليستقبل مباراه النادي الاهلي وهو التدريب الاول لفريق النادي الاهلي. في هذه اللحظات استاذ محمد الجندي التدريب بيبدا الساعه 7:05 هنا بتوقيت بتوقيت الجزائر، عندك طبعا الساعه ممكن تبقى 8 دلوقتي على ما اعتقد محمد. 8 دلوقتي بالظبط، فرق ساعه يعني 8 و5 بالظبط. اي فرق ساعه، وجايين ناكد كمان على ميعاد المباراه، ميعاد المباراه يكون فيها الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر، التاسعه مساء بتوقيت حاله التركيز بالظبط. بشكل عام حاله التركيز الكبيره اللي فرضها الجهاز الفني بقياده مستر باتريس والكابتن محمد يوسف شايفينها من اول لما رحنا المطار من الساعه 5:30 او الساعه 6 صباحا كنا في المطار، كل الاحاديث الثنائيه الاحاديث الجمعيه مع اللاعبين، ما فيش حديث بيعلو عن المباراه وعن لابد ان احنا يكون بناكد ان شاء الله الوصول من هنا، ولابد ان احنا كمان نأدي اداء ونتيجه كعاده في النادي الاهلي من خلال ان احنا بنسمع لعيبه النادي الاهلي اللعيبه الكبار طوال الشناوي عاشور فتحي كل اللعيبه الصراحه من كل الاحاديث اللي بتتكلم على اللعيبه الصغيره او كل اللعيبه بشكل عام، الكلام كله على مباراه الاهلي وفاق سطيف ان شاء الله زي ما بنقول الثقه الكبيره اللي عندنا في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله يكونوا موفقين في مباراه الاهلي وفاق سطيف ان شاء الله يوم 23. عايز ارجع معاك واقول لك طب مهم يعني حتى الان يا كريم قبل ما تكمل كلامك، الامور كلها ماشيه بشكل كويس، ما نطلق عليه اللوجيستكس كل التجهيزات الخاصه باستقبال الفريق اقامته ملعب التدريب كل ما يحتاج اليه من ادوات للاستعداد للمباراه متوفره، وبتؤكدوا ان في تعاون من الجانب الجزائري على توفيرها. حقيقه زميلي محمد حقيقه يمكن زي ما قلنا الامور حتى هذه اللحظه بتدير بشكل مميز جدا وان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. همنا الاول والاخير ان النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي يكون تركيزهم الفني فقط داخل المستطيل الاخضر، وكل الامور الخارجيه من الانتقالات والامور دي طبعا بتخص طبعا الجهاز الاداري، لكن عايزين نشيد طبعا بالجهاز الاداري للنادي الاهلي بقياده الكابتن محمد يوسف فرقان بعنوان مدير الكره، كل الامور حتى هذه اللحظه ان شاء الله تصب في مصلحه النادي الاهلي. عايز ارجع معاك لحاجه مهمه جدا وهو احمد فتحي، طبعا يمكن احمد فتحي كان تعرض لكدمه قويه في المران الاخير في ملعب مختار التتش وعلى اثرها انفرد من التدريب، لكن باكد لك من حديثي مع فريق النادي الاهلي للدكتور خالد محمود ان شاء الله احمد فتحي يكون في المباراه مباراه الاهلي وفاق سطيف، احمد فتحي ان شاء الله اليوم وغدا باذن الله ربنا يبعد عنه الاصابات كده بلغه الكوره ونجي لك صناعي، انت عارف بيبقى فيها بعض الكدمات بعض الانصدامات، لكن التحذير المستمر من مستر التدريب بعدم الالتحامات وعدم الاحتكاكات بين اللاعبين ان شاء الله احمد فتحي النهارده في التدريب وغدا باذن الله يكون جاهز بنسبه 100%. باكد لك ان احمد فتحي الكدمه اللي عنده في الركبه ان شاء الله لن تعوقه باذن الله في خوض هذه المباراه. ايضا كمان يمكن كريم نزل عنده بعض البرد كده، عنده حاله برد كده النهارده كمان، يمكن طبيب النادي الاهلي خالد محمود اداله كده بعض الجرعات، بجانب كمان يمكن هو كان عنده بعض السخونيه اللي بسيطه جدا، لكن ايضا كمان ان شاء الله غدا بعد غد يكون الجو العام هنا، الجو العام هنا يمكن البرد شويه بالنسبه للليل هنا درجه الحراره بتوصل ل 9 و8 ويوم المباراه
درجه الحراره هتبقى تكون 9 بالليل. فطبعا يمكن بنتمنى ان اللعيبه باذن الله ما يبقاش فيها اي حاله عياء من البرد. الجو متقلب بالنسبه للصباحا بيكون في شمس قويه، مساء بيكون في برد، لكن بشكل عام زميلي محمد الامور ان شاء الله تكون متمهله للنادي الاهلي النهارده. التدريب الاول للنادي الاهلي مستر باتريك زي ما قلنا 7 ساعات أو 8 ساعات، فالنهارده مش هيبقى فيه تدريب قوي، هيكون في بعض الاطالات وبعض الجري الخفيف، المحاضره طبعا في نهايه المران كالعاده، لكن ان شاء الله باذن الله زميلي محمد هنكون معاك لحظه بلحظه باذن الله، وانا الصاف باذن الله على شاشه قناه النادي الاهلي بكل كواليس تبعت النادي الاهلي وانا في الجزائر، وان شاء الله باذن الله نصعد من هنا في الجزائر للمباراه النهائيه باذن الله للبطوله الافريقيه. ان شاء الله وموفق في مهمتك في متابعه اخبار الفريق واستعداداته للمباراه، ويكون كمان التوفيق حليف فريقنا في هذا اللقاء المهم، لقاء العوده امامه فاق سطيف في قبل نهائي البطوله الافريقيه. وبالتاكيد هنتابع معاك من خلال برامجنا المختلفه زميلي العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي من الجزائر على مدار الفتره القادمه، نقول ساعات يعني مش الايام، للمباراه بعد غد ان شاء الله في كل برامجنا المختلفه وتغطياتنا على شاشه قناه الاهلي كل المستجدات واخر اخبار الفريق، وان شاء الله يكون على اتم استعداد وقت بدء المواجهه مع فريق وفاق سطيف. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز كريم احمد. كابتن احمد